السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي الغيب وفي الشهادة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، واعملوا صالحا ليوم ترجعون فيه إلى الله فتوفى كل نفس بما عملت. أيها المسلم الكريم، أيها المسلم الكريم، إن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لطاعته وخلقهم على أحسن صورة وفي أجمل هيئة، وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، وبين لهم طريق الهداية وطريق الغواية، فبين لنا طريق الهداية وحثنا عليه، وبين لنا طريق الغواية وحذرنا منه، وبين سبحانه وتعالى ما يزيد في إيمان العبد وما ينقصه وما يقربنا منه إليه عز وجل من الطاعات والقربات. أيها المسلم الكريم، وإن من أعظم العبادات وأجل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل أن يجد المسلم نفسه في عداد المقربين إليه عز وجل، وأن يكون من ضمن من تكون حياته كلها قربة إلى الله سبحانه، وأن يكون من أكثر الناس معرفة بالله وبعبادته حتى تستمر حياته على ذلك إلى أن ينقضي أجله وختام حياته في الدنيا. نعم أخي المسلم، وإن من أجل هذه العبادات طلب العلم الشرعي، وأي علم؟ إنه العلم المبني على قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، والتفقه فيه ودراسته وتذاكره والعمل به. قال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه، أي التفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإن من أعظم القول وأطيبه إلى القلب، إلى قلب المؤمن، وإن من أطيب من هذا القول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم أخي المسلم، إن التفقه في دين الله لا يتأتى إلا بطلب العلم. قال مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله: حظ من علم
أحب إلى حظ من علم أحب إلي أو حظ العلم إلي من حظ العبادة. نعم أخي المسلم، ولما أدرك السلف الصالح والأخيار الأولون هذا الفضل العظيم للعلم والمنزلة العظيمة وعظم الثواب، اجتهدوا في طلب العلم وبذلوا أنفسهم له وأخلصوا وصدقوا وعلموا وعملوا. وقد بارك الله في علمهم فسطر التاريخ حياتهم فكأنهم أحياء وهم قد فضوا إلى ربهم سبحانه عز وجل، ولكنهم بالعلم رفعوا وسطرت حياتهم في هذه الدنيا وسطرت أقوالهم وأعمالهم بالخير والرفعة والسعادة. نعم أخي المسلم، فلا تعرف العبادة حق المعرفة إلا على الوجه المطلوب الذي يحصل منه الأجر والجزاء والصحة والصحة إلا عن طريق العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل. وإنه لمن القربات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وإن الله يرفع العالم المؤمن الذي علم بعلمه. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أعظمها من رفعة، سعادة في الدنيا، جنة في الدنيا وسعادة في الدنيا ورفعة في الدنيا وجنات عظيمة في الآخرة وخشية من الله سبحانه وتعالى ودرجات عالية فوق درجات المؤمن الذي ليس بعالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. فالعالم المبصر بدين الله عز وجل يعبد الله على بصيرة في توحيد الله عز وجل، فلا يشرك مع الله أحدا، ولا يكون مبتدعا، ولا يكون زلالا في الصفيف في المعاصي والسيئات، وإنما وقافا عند خشية الله عز وجل، وذلك بفضل العلم الذي علمه وثبته الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد على الجاهل أو فضل العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. نعم أخي المسلم، وإن رمت الخشية والخوف من الله عز وجل فإنه في العلماء العاملين إذ يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين أتموا خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل هم العالمون العاملون بعلم الله عز وجل بالقرآن والسنة وبفقه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعلم الناس وأتقاهم وأفضلهم علما وأجلهم فقها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو والله من أتقى العباد لله وأجلهم عند الله وأعرفهم بالله عز وجل خوفا وخشية وإنابة. وهكذا الذي ورث العلم من الله عز وجل. قال سفيان: إنما يتعلم العلم
يتقى به الله عز وجل، أي الذي يتعلم العلم لله سبحانه، فإنه يزيده نورا وتقوى وقربة إلى الله عز وجل. وكفاك حظا يا طالب العلم، وكفاك حظا يا طالب العلم، أنك إذا سلكت طريقا تبتغي به علما يسر الله لك به طريقا إلى الجنة. وما أعظم هذا الطريق المؤدي إلى بغية المسلم، وهي جنة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. ما أعظم هذه المنزلة، وما أضرها، وما أجلها. فأين أنت من هذا يا طالب العلم؟ وأين أنت من هذا يا طالب العلم؟ أين أنت من هذا الحظ العظيم؟ وهذه الرفعة العظيمة. فإنك ما سلكت طريقا تلتمس فيه علما شرعيا إلا يسر الله لك بهذا الطريق إلى رضوان الله عز وجل وبغيته، بغية المسلم، على وهو الجنة. وما ذلك أيضا إلا لفضل العلم. وإن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا واحتراما وإجلالا لطالب العلم، فما أعظم هذه المنزلة. وإن طالب العلم يستغفر له كل من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. يا طالب العلم، اجتهد في العلم واعمل به حتى تنال رضوان الله عز وجل. إنما يخشى الله العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من طالب العلم وتقرب به إلى الله وعمل به ورضي الله عنه. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكره على نعمه التي لا تحصى، نعم بالليل وبالنهار، ومن أجلها نعمة الإسلام الذي هدانا إليه وهداكم. أيها المسلم الكريم، إن الأنبياء ناس بالله عز وجل وأقربهم إلى الله، وإنهم أدوا ما أؤتمنوا عليه، ومن ذلك العلم. فإنهم لم يورثوا دينارا ولم يورثوا درهما، وإنما ورثوا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إي وربي أنه من ورث العلم ومن أخذ به فلقد سعد حظه،
ولقد ارتفعت منزلته، ولقد بإذن الله عز وجل تقرب إلى الله. إذن فلتعلم أخي المسلم أن منزلة العلم وطريقه هو طريق إلى رضوان الله عز وجل. وكما تعلم أخي المسلم أن بالعلم معرفة الحق والباطل، وبالعلم معرفة التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، وبالعلم معرفة خطر الشرك والإشراك بالله عز وجل، وبالعلم معرفة السنة من البدعة، وبالعلم معرفة الطاعة من المعصية. وإن العلم باب بينك وبين الفتن، وإن العلم زيادة في الإيمان وتمسك بالمنهج الصحيح، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالعلم يرتفع الجهل، وبالعلم تسود الأمم، وبالعلم يرتفع طالب العلم في الدنيا وفي الآخرة. ولتحذر أخي المسلم، ولتعلم ولتحذر أن العلم يرتفع وارتفاعه من شروط الساعة، وإنما ينتزع انتزاع ولا ينتزع انتزاعا، وإنما ينتزع بموت العلماء. فإذا مات العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم، فضلوا وأضلوا. أيها المسلم الكريم عليك بالعلم الشرعي. قال الله وقال رسوله: إذا أردت أن تأخذ بميراث الأنبياء وبالحظ الوفير وبزيادة الإيمان والخشية من الله ورفعة الدنيا والآخرة، بماذا ذكر الأئمة الأربعة، وبماذا ذكر السلف الصالح، وبماذا ذكر البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأصحاب السنن وأحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي والزهري والليثي وغيرهم من أصحاب السنن وأهل العلم؟ والله ما رفعهم إلا توفيق الله عز وجل لهم بالعلم الشرعي وبجمع القرآن والسنة وبشرحهما ونفعهما للعباد لما أخلصوا لله عز وجل رفعهم الله سبحانه وتعالى. وصيتي لي ولكم جميعا: طلب العلم فإنه فيه سعادة الدارين، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا العلم العظيم وهذا الأبن الكريم، وأن يديم علينا الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ولتذكروا نعم الله عليكم من الأمن والاستقرار ورغد العيش والإسلام والصحة والعافية والعقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة، اذكروا ذلك فإنها من نعمة الله عليكم في هذه البلاد وفي غيرها. عباد الله، ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولاة المسلمين جميعا، اللهم وفق ولاة المسلمين جميعا، اللهم وفق ولاة المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اهدهم ووفقهم واشرح صدورهم واحفظهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، احفظ بلادنا وهذه البلاد والجميع بلاد الإسلامية. اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظها من الشرور والفتن والزلازل والمحن. اللهم يا رب اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم آمنا وأما اللهم إنا توكلنا عليك. اللهم كن معنا، اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا ونساءنا وبناتنا، اللهم احفظ عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أسترنا في الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا عليم، يا حي يا قيوم، اللهم أختمنا بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم تب علينا، اللهم توفنا مؤمنين، اللهم أعزنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أسترنا في الدنيا وفي الآخرة ولا تفضحنا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.